الفرحه حلوه مفيش كلام يعني. مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. حلقه النهارده غايه في الاهميه، مهمه جدا، فيها العديد والعديد من الاخبار الهامه المتنوعه فيما يتعلق بالجانب المحلي، الجانب العالمي، وكمان اخر اخبار نادينا العظيم النادي الاهلي. ضيف حلقتنا النهارده مختلف، وانا بشوفه نجم كبير واعلامي وصحفي كبير جدا جدا، هينورنا وشرفنا في الاستوديو، وهيبقى معانا يعني عدد دقائق اكبر بكتير من اي فقرات اخرى على مدار الحلقات السابقه، وبالتحديد الاستاذ الكبير استاذ ايهاب الخطيب الناقد الرياضي الكبير، وهنستفيد في الحديث في عدد كبير قوي من الملفات على الساحه الرياضيه المصريه تحديدا. وجه كمان سؤالك لايهاب الخطيب من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستجرام. فبالتالي هتبقى حلقة مهمة جدا، لكن احنا عايشين فرحة كبيرة وسعادة رائعة بفوز منتخبنا الوطني ببطولة الأمم الأفريقية، المنتخب الأولمبي، ما تفتكرش حد تاني، منتخب كبير للأسف الأمور سيئة جدا، لكن منتخب الوطني احنا كسبنا بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وكمان تأهلنا للأولمبياد، وده كان الهدف الأهم والأسمى بكل تأكيد. هنتكلم بشكل كبير جدا عن المنتخب الأولمبي، لكن خلينا الأول نروح نشوف أهم عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. الاحتفالات المصرية مستمرة بعد تتويج المنتخب بأمم أفريقيا تحت 23 عاما. ثلاثي المنتخب الأولمبي ينتظم في مران الأهلي اليوم. الفريق الأول يختتم تدريباته غدا ويطير إلى الجونة. أجاييه جاهز لمباراة الجونة. اليوم استئناف الدوري المصري بمباراتين من الأسبوع الرابع. وخمسة آلاف مشجعا في الدوري بعد نجاح أمم أفريقيا. طيب بصراحة الشعب المصري بيتلكك على أي حاجة تفرحه في الحقيقة، ما بالك بقى لما تكون حاجة مهمة زي التأهل للأولمبياد والفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في مصر. كل حاجة كانت حلوة، يعني مفيش أي شائبة تشوب هذه البطولة وهذا التنظيم الرائع اللي حصل من خلال بلدنا العظيمة مصر، ومن خلال جمهورنا العظيم اللي حضر في المدرجات، مناظر أكثر من رائعة، لاعبين رجالة، لاعبين قد المسؤولية، لاعبين عارفين هم لابسين تيشيرت مين، تيشيرت مصر. يعني لما تلبس التيشيرت بتاع مصر كده يبقى لازم تموت في نفسك في الملعب. هل هم موتوا نفسهم في الملعب؟ دول عملوا كل حاجه في الملعب بصراحه. تاكلينج كل شويه من كل اللعيبه، مش عارف، روح رهيبه في الملعب، حاجه يعني مفتقدينها بقى لنا فتره كبيره قوي، بالتحديد من المنتخب الاول يعني. فدول رجاله، دول فرحوا المصريين على مدار 3 4 ايام فاتوا، بدايه من التاهل للاولمبياد ونهايه بيوم الامس. والمباراة الجميلة جدا امام كوت ديفوار، مباراة النهائي في الحضور الغفير ده، احنا اهو بننظم، احنا اهو عندنا جمهور كبير بيحضر في المدرجات، عندنا جمهور ملتزم حابب يتفرج على الكورة، حابب يشجع منتخباته، حابب يشجع فرقه. الراجل اللي في الصورة ده اللي قالع التيشيرت ده، كل التحية والتقدير ليه في الحقيقة، رمضان صبحي. هو مش عايز اخص بالذكر رمضان لان كلهم رجالة، لكن رمضان هو كابتن المنتخب، تحس فعلا ان هو في شخصية القائد. يعني احنا كده كسبنا قائد لسنين كتيره باذن الله، ربنا يا رب يحميه من الاصابات ويديله طوله العمر في الملاعب. يعني لعيب كبير جدا، قيمه لا تقل عن محمد صلاح، لا تقل عن محمد صلاح، لان الموهبه بتاعته عاليه قوي. محمد صلاح سبقه دلوقتي بره وما شاء الله بيتالق والامور ماشيه كويس، ما شاء الله عليه. ان شاء الله باذن الله رمضان حتى لو يبقى جوه النادي الاهلي بس يقدر يجيب القاب قاريه، سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، وده اللي احنا مستنيينه منه كقائد للمنتخب الاولمبي، واكيد هيكون قائد كمان للمنتخب في الاولمبياد. كل التحيه للكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون، انتقدناه كتير بصراحه، احنا انتقدناه كتير لان الاداء كان يقلق، ولما بننتقد بنبقى بننتقد عشان خايفين على مصلحه المنتخب، لكن النقد ده اكيد جاب نتيجه سواء احنا او غيرنا، لان في ملاحظات كتيره جدا فنيه بدايه من البطوله وقبل البطوله كمان ماتشات الوديه. لكن المجمل في النهايه ايه؟ مش عايز اتكلم على الفنيات خالص، المجمل ان الرجاله دي بالجهاز الفني جابوا لنا بطوله غاليه قوي، فرحونا فرحه احنا مفتقدينها بقالنا فتره كبيره، كان نفسنا نفرح فعلا. الشعب المصري بيستنى اي حاجه تفرحه،
فالمنظر كان حلو قوي. بص الاحتفال الجمال، احنا في مصر، ده جوه استاد القاهره، ده جوه مصر، جمهوريه مصر العربيه، الجمهور التزام رهيب. نتمنى يا رب تكون دي بدايه لعوده الجماهير المدرجات بشكل كبير، يعني ادي الساعه الكامله كلها. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده واتكلمنا في الفرحه دي من كام يوم لما تاهلنا الاولمبياد الرسميه، لكن هيتكلم تاني وتالت عشان نفسنا الحياه الرياضيه في مصر تعود بطبيعتها ان شاء الله بعد التنظيم، سواء البطوله دي او البطوله اللي فاتت اللي احنا خرجنا فيها من دور 16، لكن من الجانب التنظيمي كانت حاجه ولا اروع. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ماشيين على الخطى الصحيحه، الخطوات الجيده نحو عوده الحياه الرياضيه بالتحديد في كره القدم لطبيعتها. رجاله، محمد صبحي احسن حارس مرمى في البطوله، رمضان صبحي احسن حارس او احسن طبعا لاعب في البطوله، عندك كمان مصطفى محمد احسن او هداف البطوله باربع اهداف، رصيد اربع اهداف في خمس ماتشات، الثلاثه ما شاء الله لا قوه الا بالله عليهم، كل حاجه كانت كويسه. ناقص ايه؟ ناقص ان احنا نبني على الانجاز ده، نبني على تواجد الجماهير في المدرجات. نتمنى باذن الله تعالى، باذن الله تعالى، احنا عارفين ان بعد ما الدوري رجع الحمد لله النهارده، واحنا بصراحه كنا مفتقدين يعني المباريات المحليه والاوروبيه وكلام من الدوريات بشكل عام، يعني بتبقى فتره ممله، يبقى فتره الاجنده الدوليه دي، لكن احنا اتسلينا فيها بصراحه بالمنتخب الوطني الاولمبي اللي فرحنا جدا وعوض علينا فتره الملل دي في الحقيقه يعني. لكن في كل الاحوال احنا عايزين بقى ايه؟ بعد ما البطوله خلصت بالشكل والمنظر الرائع، مباريات الدوري هترجع ب 5000 مشجع، ومباريات الافريقيه للانديه هترجع ب 10000 مشجع، حلو ماشي، خطوه كويسه. لكن الاهم ان انا يكون في نيتي كمسؤول عن الرياضه في مصر، وفي نيتي كجمهور كمان لما تجيلي فرصه، ان انا احافظ على الفرصه دي وان انا ازود العدد تدريجيا، هو ده الاهم. احنا مش عايزين ناخد نفس الخطوه اللي بناخدها بقى لنا فتره وبنرجع تاني لنقطه صفر، اللي هو ايه؟ احنا ابتدينا وبطوله زي الفل وعندنا الجمهور بيحضر وكمان من ده، نبتدي بقى كده ب 5000، وبعد ال 5000 نرجع ايه؟ 10000، وبعد ما نوصل ل 10000 لا من غير جمهور خالص، اصل حصل مش عارف ايه، اصل مين قال ايه على السوشيال ميديا ومين كتب الكلام ده اللي هيعطلنا تاني. احنا عايزين لما صدقنا خدنا الخطوات دي ان شاء الله باذن الله نوصل لان تكون الساعه كامله متاحه للجمهور المصري العظيم الجميل. وانا زي ما قلت قبل كده هقول مره ثانيه، الجمهور ده هو الجمهور اللي كان متواجد في بطوله الامم الافريقيه بتاعه الكبار اللي كانت في مصر. الفرق كان في ايه؟ الفرق كان في الناس اللي في الملعب، في الروح والعزيمه والاراده اللي موجوده في الملعب عند الرجاله بتوع مين؟ بتوع المنتخب الاولمبي. فان شاء الله باذن الله كلها عوامل بشانها تساعد في تقدم الرياضه المصريه بتحديد كره القدم، لان هي فعلا اللعبه الشعبيه الاولى. يعني في ناس لفتت نظري كده، واحد كده من الناس يعني كتب حاجه على تويتر او على السوشيال ميديا، قال لك ايه؟ قال لك اصل حارس مرمى زملكاوي ومش عارف الهداف زملكاوي ومش عارف مين، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ يا جماعه انا ادي رساله للمسؤولين، ايه هي الناس دي اللي بتعمل تعصب؟ ما احنا لو جينا بقى نتكلم احنا في قناه الاهلي ممكن نستغلها فرصه، عندك رمضان صبحي اهلاوي، عندك اكرم توفيق ده معار من النادي الاهلي، عندك عمار حمدي ده من الاهلي، عندك صلاح محسن من الاهلي، عندك ممكن نعد لك كتير بقى، عندك محمود الجزار ده اصلا معار للجونه من الاهلي معظمهم، لكن احنا مش هنبقى زيك. احنا مش ده اتجاهنا، احنا اتجاهنا مصلحه الدوله دي اهم حاجه، مصلحه الرياضه في مصر دي اهم حاجه، ان الناس ترجع للمدرجات بشكل طبيعي، ان الرياضه تبقى كويسه، المنتخبات تستعيد عافيتها، بتحديد المنتخب الاول بقى بعد الانجاز الكبير بتاع المنتخب الاولمبي. ف يعني ارجوكم يا جماعه ما تركزوش مع امثال البشر دول اللي بيعملوا الحاجات الغريبه دي، اللي بيحاولوا يلفتوا النظر باي طريقه من الطرق. فبالتالي الانجاز بتاع كل المصريين، لا بتاع اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا اتحادوي ولا الكلام من ده خالص، احنا كلنا فرحنا لما مصطفى محمد بيجيب الجون بنفرح، لما رمضان صبحي بيجيب الجون بنفرح. فان شاء الله نتمنى ان الامور تستمر في هذا الاتجاه الايجابي، وان شاء الله الانجاز ده ينعكس على صالح الرياضه المصريه ونتطور بشكل اكبر واكبر. الاستاد حاجه ولا اروع، الجمهور جميل جدا، حفل الختام كمان بالمناسبه تامر حسني عامل اغنيه حلوه قوي بصراحه، نجم الجيل. عندك احمد عصام ده ما شاء الله من احسن الناس اللي بتعمل فاير ووركس على مستوى العالم. فاحنا قادرين نعمل كل حاجه، احنا مصريين، احنا قادرين نعمل كل حاجه، بس مستنيين نفرح. الناس دي فرحتنا، ان شاء الله باذن الله يفرحونا في الاولمبياد باذن الله. تخيل كده القايمه دي بعوده كريم ندفت، باذن الله يلحق كمان محمد محمود، بعوده طاهر محمد طاهر، محمود مرعي، ناصر ماهر، لما الناس دي ترجع هيبقى عندنا قوام منتخب ما شاء الله، ده مستقبل مصر بقى. لما يتم كمان اضافه ليهم العناصر الكبيره الثلاثه الكبار في الاولمبياد، ولازم لازم بصوا يا جماعه عشان احنا بنتكلم لا اللعيبه تكمل زي ما هي، لا لازم ان انت تستعين لما يبقى عندك فرصه ان انت تستعين بلاعبين كبار يسدوا بعض الثغرات اللي عندك، ليه لا؟ بلاش الجانب العاطفي ده،
دول رجاله وفرحونا. مش ده التوقيت ان احنا نتكلم على اللاعبين اللي انضموا مين خالص. القرار في الاخر للجهاز الفني، الكابتن شوقي غريب، لكن في كل الاحوال لا، دي حاجه في اللائحه نستغلها، ليه ما ننافس وناخد ميداليه في الاولمبياد؟ فبالتالي بعوده المصابين بانضمام الثلاثي الكبار نقدر نعمل حاجه في الاولمبياد، قادرين باذن الله تعالى. فكل التحيه والتقدير لهؤلاء اللي فرحوا الشعب المصري كل هذه الفرحه، وان شاء الله مستنيين منهم المزيد، وهم اكيد هيكونوا داعم اساسي للمنتخب الاول اللي بيفتقد الكثير والكثير من بريقه على مدار اشهر عديده او سنوات كمان، من 2017 وصلنا لنهائي الجابون كاس الامم الافريقيه واحنا واخدين دروب للاسف يعني، ان شاء الله نطلع منه قريبا. طيب الفرحه حلوه مفيش كلام يعني. بعض اخبار المنتخب الاولمبي هتكلم عنها، بالتحديد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه بيهنئ المنتخب الوطني، وكتب تغريده على تويتر قال اهنئ الشعب المصري زي ما حضراتكم شايفينها كده قدامنا ومنتخبنا الوطني الاولمبي لكره القدم بحصوله على كاس الامم الافريقيه والتاهل لاولمبياد طوكيو، واضاف انجاز جديد يسطره شباب مصر بالعزيمه والاصرار والاراده، واتم انجاز يضاف للانجازات الدائمه لهذا الجيل والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي. مجهود كبير جدا من الدوله على راس منظومه الدوله طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزاره الشباب والرياضه، الوزير اشرف صبحي، الدكتور اشرف صبحي، الناس كلها عملت كل اللي يقدروا عليه عشان ينجحوا سواء البطوله دي او البطوله اللي فاتت من الجانب التنظيمي، فكل التحيه والتقدير ليهم لان هم اكيد الاساس في كل شيء بعد الجمهور، لازم اقول كده. الجمهور المصري هو اول حاجه. الناس المسؤولين الكبار في الدوله كلهم يجوا بعد الجمهور، يقدروا يفرحوا الجمهور ده، ينظموا له حدث كويس، هم نظموا احداث جيده جدا سواء حفل قرعه، سواء البطولة دي أو البطولة اللي قبليها، البطولة نفسها التنظيم، كل حاجة حكايتها حلوة، كل حاجة كانت حلوة. نتمنى الاستمرار على هذا السياق يعني. اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي وأجهزة الدولة والمنتخب الأولمبي، طبعا الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الخماسية بالتحديد شكرت كل المسؤولين عن تنظيم هذه البطولة، وشكرت طبعا أجهزة الدولة في المساعدة على تنظيم هذا الحدث الكبير. كمان شكروا اللجنة المنظمة اللي أكيد عملت مجهود عظيم. والشكر كل الشكر طبعا للجمهور المصري اللي حضر في المدرجات في كل المباريات اللي فاتت، وبالمناسبه يعني كان حضور تصاعدي. اول مباراه الدنيا كانت قلق قوي، ماتش مالي كنا وحشين جدا بصراحه. الماتش اللي بعديه نص ساعه الاخيره في ماتش غانا كانت حلوه جدا، اللي بعديه كنا كويسين مع الكاميرون، مشينا واحده واحده والامور كانت جيده، كانت مع غانا الاول. فبالتالي امور جيده. كمان الاتحاد المصري شكر اللاعبين الرجاله بتوعنا اللي قدروا ان هم يحققوا الاهداف المطلوبه منهم. هيبقى في حفله اتحاد الكره هيعملها للاعبين والجهاز الفني واسر اللاعبين كمان قريبا في احدى الفنادق الكبرى بالقاهره عشان يحتفلوا باللاعبين وابطالنا المصريين يعني، ودي هتبقى حاجه مهمه. طبعا زي ما احنا عرفنا رمضان صبحي قائد المنتخب، احسن لاعب في البطوله محمد صبحي، احسن حارس في البطوله ومصطفى محمد هداف البطوله، وكابتن شوقي غريب كمان افضل مدرب. طبعا خد البطوله يبقى طبعا يستحق افضل مدرب، وهو تعب وعمل مجهود كبير جدا. بالمناسبه في خماسي من المنتخب الاولمبي انضم لتشكيله البطوله. الخماسي مين؟ حارس المرمى محمد صبحي واحمد رمضان بيكهام، كان من نجوم البطوله في الحقيقه، هو اكرم توفيق بصراحه، عمار حمدي ورمضان صبحي ومصطفى محمد. كان لازم اكرم توفيق يبقى موجود في التشكيله دي لان عمل بطوله ولا اروع في الحقيقه يعني. بالمناسبه كمان انتهاء عقد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي وهيتم تجديده طبعا تلقائيا، لازم يتجدد العقد، والفتره الجايه هيشتغلوا على الجزئيه دي بتحديد لجنه خماسيه في اتحاد الكره، وهيجتمعوا مع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي عشان يستعدوا بقى استعداد جيد وقوي باذن الله للاولمبياد اللي هتكون في شهر 7 المقبل، ونتمنى فيها كل التوفيق. ده كل ما يتعلق بالمنتخب الاولمبي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نتكلم بقى عن نادينا الحبيب ووحشنا قوي الاهلي، عايزين نتفرج على الاهلي ان شاء الله، هنتفرج عليه بعد بكره بعد الفاصل نشوف اخباره. يلا بينا.